السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة آخر محاضرة في برانش الجي اي تي، والله خدت في تحضيرها يعني وقت كتير يعني، بس الحمد لله يعني ان شاء الله بإذن الله تكون وافية وكافية، وتجميع كده طبعا لبعض التيبس والتريكس نيكست ستيب زي ما تعودنا. بيقول لك يا سيدي البارت اوسوفيجاس ده عايزك تعرف فيه شوية الحاجات المهمة دي، ان في ستريكتشرز بتأفكت الديستال اوسوفيجاس، وطبعا بيبقى فيه ميتابليزيا بتعمل ادينوكارسينوما بعد كده اللي هو كولومنر ميتابليزيا، وبيعمل تيرشري كونتراكشنز وهييتال هيرن. يبقى المعلومات المهمه اللي عايزك تعرفها عن البارتس اوسوفيجاس ان هو في الديستال اوسوفيجاس وبيبقى فيه ستريكتشرز وبيبقى فيه ميتابليزيا وبيبقى فيه تيرشري كونستراكشن وهييتال هيرنيا. الاسوفجيال كارسينوما دي بتبقى سكويموس سيل كارسينوما، بتبقى في الميدل واللور ثيرد 60% من الحالات. ادينو كارسينوما بتبقى في اللور ثيرد علشان طبعا بتبقى جايه بعد البارت اوسوفيجاس، بتبقى في اللور ثيرد 40%. طبعا بيبقى في سيرفايكال وسيلياك ريجن ليمف نودز ميتاستاسيس في السيرفايكال والسيلياك ليمف نودز، وبيشنت ويز بارت اوسوفيجاس سكريند فريكوينتلي فور ادينو كارسينوما. يعني الناس اللي عندهم بارتس اوسوفيجاس بيتعمل لهم سكريننج فريكوينتلي فور ادينوكارسينوم. الجلايكوجين اكانسوزيس وده بيبقى سكويموس هايبر بليزيا، بيبقى بيخش في ديفرنشال طبعا في الميدل والابر اوسوفيجاس، بيبقى وايت بليكس لانه كده بيخش في ديفرنشال بتاع الكانديدا او الكانديديزيس، فبيبقى في الاولد بيشن وبيبقى اسيمتوماتيك وبيبقى في الابر والميدل اوسوفيجاس، طبعا هو سكويموس هايبر بليزيا. بعض الحاجات اللي انت هتعرفها عن الاوسوفاجايتس لازم تبقى عارف الالسرز وانواع الالسر والباترن بتاعت الباريام بتاعتها. اول حاجه الكانديديزيس وده في الاميونو كومبرومايزد بيشنت او بياخد ستيرويد ثيرابي، بيبقى موجود الكانديدا في الابر هاف بتاع الاوسوفاجس، ده مهم جدا اللوكيشن، يعني خلي بالك ان اللوكيشن بيبقى مهم جدا، وبيبقى فيه الريجولار لونجيتيودينال بلاكس ويز نورمال ميكوزا ان بتوين. الريجولار لونجيتيودينال بلاكس with normal mucosa in between. طب fulminant candidiasis بيبقى shaggy outline from a pseudo membrane of joint together plaques، يعني بيبقى فيه plaques وبيبقى فيه shaggy outlines للأسوفيجاس بسبب pseudo membrane، وده بيبقى في patients with AIDS. الهربس simplex أهم حاجة فيها herpes simplex is small ulcers with halo of edema اللي هو halo sign، يبقى multiple small ulcers may have a halo of edema في الاميونو برضو compromised patient. السيتوميجالوفيروس والHIV اسوفاجايتس بيبقى single large ulcer one large ulcer. الكوستيك اسوفاجايتس بيبقى في الميدل واللور اسوفيجاس، بيبقى في ايديما بعد كده بتعمل ulcer بعد كده بتعمل scarring على حسب الدي او على حسب الوقت اللي بيسبب فيه الكوستيك اوسوفجايتس. البارت اوسوفيجاس طبعا زي ما قلنا بيبقى ريفلوكس اوسوفجايتس في الديستال اوسوفيجاس، بتعمل لونج ستريكشر ويز ريتيكولار ميكوزال باترن، يعني البارت اوسوفيجاس برضو مهمه فيها ريتيكولار ميكوزال باترن. دراج انديوزد اوسوفجايتس وديت السرز في اكسترنسك كومبريشن اوف ميد اوسوفيجاس، يعني في السايتس اوف normal compression بتاعت الاسوفيجس بيحصل فيها اكتر drug induced اسوفجايتس. الايديوباسيك ايزونوفيليك اسوفجايتس specific ring like indentation، يعني ايديوباسيك ايزونوفيليك اسوفجايتس specific ring like indentation. طبعا كل واحد من دول انا جايب لك المعلومة المهمة او المعلومة اللي تخصه علشان لما تيجي تختارها بعد كده في سؤال الام سي كيو. المينيتيرير ديزيز واللي هو بيبقى جاستريك جلاندولار هايبرتروفي وبيبقى هايبوبروتينيميا او هايبوالبومينيميا وبيسبيرز الانترم، طبعا بيبقى فيه اكلورهيدريا وهايبوبروتينيميا دي مهمه جدا ان هو هايبوالبومينيميا او هايبوبروتينيميا. الجاستريك ليمفوما ديفيوز جاستريك وول سيكنينج بتنفولف الانترم بيبقى معاه سبلينوميجالي وليمف نودز. الجاستريك ليمفوما طبعا دونت كوز اوبستراكشن، يبقى اهم حاجه تتميز بيها ديفيوز او ماركيدلي ثيكند جاستريك وول. السكيرس كارسينوما
اللي هي جاستريك كارسينوما، بس ده عمل الديفيوز ثيكنينج بقى وشرينكج للاستومك، بتبقى اندستنسبل استومك وليثري وابريستاليتيك، يعني الاستومك نفسها ما بقتش بيحصل لها ديستنشن، وليثري وابريستاليتيك ما فيهاش اي حركه، وطبعا بيبقى في شرينكج فيها وديفيوز ثيكنينج، ده سكيرس كارسينوما اللي هو لاينيتس بلاستيكا. زولينجر إيليسون سندروم وده جاسترينوما، عملت جاستريك ألسرز في انيوجوال لوكيشنز او ديودينال ألسر او مالتيبل ألسرز، وطبعا بتيجي بدايريا. الزينوفيليك جاسترو انترايتس دي ريلابسنج، وبيبقى معاها هايبوبروتينيميا، برضو بيبقى في الانترم وروج الانراجمنت وبيبقى فيها ألسرز، وزينوفيليك بتبقى ريلابسنج زي ما احنا متعودين على موضوع الايزينوفيليك، اي حاجه بتبقى ريلابسنج. لو اتينويشن لينف نودز ديفرنشال دياجنوزيس، الحاجات اللي بتعمل لو اتينويشن لينف نودز، سيلياك ديزيز، تي بي كازيشن، ويبل ديزيز، ليمفوما، نيكروتيك ميتاستاسيس، يبقى دول خمس حاجات بيعملوا لو اتينويشن لللينف نودز، السيلياك ديزيز والتي بي والويبل والليمفوما والنيكروتيك ميتاستاسيس. طبعا مش فيهم الكرونز عشان برضو ممكن يدخلها لك في الموضوع وانت طبعا ان هي مش موجوده فيهم. فدول خمس حاجات بيعملوا لو اتينويشن ليمف نودز. السيلياك ديزيز هو بيبقى فيه اير ديفيشنسي انيميا ومالابسوربشن ديفيشنسي اوف فات سولبل فيتامينز اللي هو الاي والدي والاي والكي، وبيبقى فيه طبعا ريفرسال فولد اللي هو بيبقى الياليزيشن اوف ذا جيجنوم اند جيجنايزيشن اوف ذا ايليوم، وبيبقى فيه مولج ساين وده كومبليت لوس اوف جيجنال فولدز، اللي هو مولج ساين كومبليت لوس اوف جيجنال فولدز. فدي سيلياك ديزيز، وعايزك تعرف برضو المعلومات عن كل مرض علشان لما تيجي مخك يروح لده ويفضل المرض ده عن المرض ده. البورتال فينوس فلو في بالساتايل بورتال فلو وريفرسال بورتال فلو وابسنت بورتال فلو وستاجننت بورتال فلو. الريفرسال والستاجننت بورتال فلو بيبقوا في البورتال هايبرتنشن، فستاجننت بيبقى في السيفير بورتال هايبرتنشن، الريفرسال اللي هو هيباتو فيوجال فلو بورتال هايبرتنشن، وابسنت بورتال فلو طبعا ده ثرومبوزس. اما البالساتايل بورتال فلو رايت سايدد هارت فيلير وترايكاسبيد ريجيتيشن وسيروزز، وبرده بعض الحاجات اللي هيباتو اوكلوسيف فينوس ديزيزز بتعمل برضو بالساتايل بورتال فلو. برضو نفس الحكايه بعض الامراض طبعا في السمول باول او في الباول ديزيزز، سيلياك ديزيز فولد ريفرسال دايلاتيشن وزاود انكريز فولد سيكنس، دايلاتيشن وزاود انكريز فولد سيكنس. السكليروديرما بتبقى دايلاتيشن ويز لوس اوف فالفا كونيفنس وبرولونجد ترانزنت تايم، طبعا السكليروديرما في الاسوفجاس بتبقى دايليتد اسوفجاس وبيبقى معاها في الشيست نون سبيسيفيك انترستيشيال نمونيا لو تفتكر. سمول باول لينفوما بتبقى فولد ثيكنينج والليمف نود انلارجمنت نوت كوز اوبستراكشن، دي اهم حاجه فيها نوت كوز اوبستراكشن. زورلينجر ايلسون سندروم بيبقى فيه جاسترينوما ومالتيبل ألسرز دايلاتيشن للبروكسيمال سمول باول ديو تو هايبر سيكريشن، بيبقى فيها دايلاتيشن للبروكسيمال سمول باول. الماستوسايتوزيس نودولار فولد ثيكنس ومعاها بوني سكليروتيك ليجنز، بوني سكليروتيك ليجنز ونودولار فولد ثيكنينج ماستوسايتوزيس مهمه جدا. الكرونز نودولار فولد ثيكنس سكيب ليجنز وسترينج ساين اوف ذا تيرمينال ايليوم. الويبل ديزيز ثيكند فولد ويزاوت دايلاتيشن ونورمال ترانزنت تايم، يبقى الويبل ديزيز ما فيهوش دايلاتيشن والسيلياك ما فيهوش دايلاتيشن، طبعا بيبقى فيه في الويبل ثيكند فولد وفي البروكسيمال باول. بيقول لك ان الايزوليتد سبلينيك فين ثرومبوزس بيعمل ايزوليتد جاستريك فاريسز، ايزوليتد سبلينيك فين ثرومبوزس، فتختار او لو جاب لك سيره الايزوليتد جاستريك فاريسز تختار ايزوليتد سبلينيك فين ثرومبوزس، ويقول لك العيان مثلا كان عنده بانكرياتايتس او مالجنسي او بريجنانسي اللي هو هايبر كواجلوبال ستيت او وومن تاخد او سي بيز وانفلاماتوري باول ديزيز، كل الحاجات ديت ريسك فاكتورز ان يحصل سبلينيك فين ثرومبوزس ويحصل فيها ايزوليتد جاستريك فاريسز، وممكن يجيب لك الايزوليتد جاستريك فاريسز كايميدجينج كرايتيريا يعني ويوصفها لك. بيقول لك ان البورهيف سندروم هو الموست كومن فايندينج ليفت سايدد بلورال افيوجن. بورهيف سندروم طبعا اللي هو
البروهيف سندروم بتاع الاسوفيجاس تير، مش تير رابشر كمان اسوفيجاس، في مالوري ويس اللي هو اسوفيجيال ميكوزال تير، وبروهيف سندروم اللي هو بيبقى فيه بروجكتايل فوميتنج كتيره جدا، فبالتالي حصل رابشر او بيحصل تروما للاسوفيجاس. فاول ساين تبان او الموست كومون فايندينج ليفت سايدد بلورال فيوجن، ليفت سايدد بلورال فيوجن. في دايركت ساينز للبنكرياتيك انجري وان دايركت ساينز للبنكرياتيك انجري. يعني لو جاب لك عيان تروما، ايه الدايركت ساينز اوف بنكرياتيك انجري؟ بنكرياتيك هيماتوما، لاسيريشن، وفوكال انلارجمنت. كل ده تبان في السي تي طبعا. يبقى لو فوكال انلارجمنت شفتها او لاسيريشن او هيماتوما. الاندايركت ساين ده في طبعا بري بنكرياتيك فلويد كولكشن، في انديوريشن للبري بنكرياتيك فات، وثيكنينج للليفت انتيريور رينال فاشيا. يعني بيبقى في ثيكنينج للليفت لان هو طبعا بيبقى ناحيه الليفت اكتر، فبالتالي بيبقى في ثيكنينج في الليفت انتيريور رينال فاشيا. دي كلها ديت دايركت سايد والاندايركت سايد اوف بانكرياتيك انجري. الابدومينال وول هيرنياز، الهرنيا لو فيمورال هيرنيا هتبقى في انفيرو لاترال تو بيوبيك تيوبركل وميديال للفيمورال فين. يعني الفيمورال هيرنيا هتبقى ميديال للفيمورال فين وتحت ولاترال للبيوبيك تيوبركل. طبعا بتبقى مور كومون في الفيميلز، فيمورال فيميلز. الاندايركت هيرنيا بتبقى سوبيرو لاترال للبيوبيك تيوبركل ولكن لاترال للانفيرو بيجاستريك فين. اندايركت لاترال للانفيرو بيجاستريك فين، موست كومون ابدومينال هيرنيا. يعني الاندايركت طبعا هي اللي نشوفها كتير، وموست كومون اندايركت هيرنيا طبعا زي ما احنا عارفين انها بتبقى لاترال للانفيريور بيجاستريك فين، عكس الدايركت انجوينال هيرنيا اللي برضه بتبقى سوبيرو لاترال للبيوبيك تيوبريكول ولكن ميديال للانفيريور بيجاستريك فين، وبتخش ثرو هاسلباخ تريانجل. الاوبتيوريتور هيرنيا بتوين البكتينيس والاوبتيوريتور اكسترنس مسل ثرو اوبتيوريتور فورامين. السبيجيليان هيرنيا ديت لاترال تو ريكتس ابدومينس مسل ثرو اللينياس هيميليوناريس، وممكن تبقى كونجنتال. اللي هو يبقى معانا فيمورال هيرنيا واندايركت هيرنيا ودايركت هيرنيا واوبتيوريتور هيرنيا وسبيجيليان هيرنيا والبوردرز بتاعت الهيرنياز او المواصفات او الفيتشرز اوف ايتش هيرنيا. بيقول لك البورتال سيركوليشن يعمل ايه مع السيستميك سيركوليشن علشان يقدم الكلينيكال كونديشن اللي موجود. يعني لو عيان عنده جاستريك فاريسز، جاستريك فاريسز دي عباره عن ايه؟ ان الليفت جاستريك فين فتح في الازايجاس فين. الليفت جاستريك فين زي ما احنا عارفين ان هو في البورتال هايبرتنشن، لو حصل بورتال هايبرتنشن بيحصل ان البلاد بيرجع فبيفتح الجاستريك فاريسز اللي هو الليفت جاستريك فين مع الازايجاس فين عشان يعمل سوفجيال فاريسز. طب البار الامبلايكال فين مع الانفيريور ابيجاستريك، يعني انت بتتكلم في سيستميك سيركوليشن وبورتال سيركوليشن، مع الانفيريور ابيجاستريك فين عشان يعمل كابوت ميدوزا، السوبيريور ريكتال فين مع الميدل والانفيريور ريكتال فينز عشان يعمل هيمرويدز. يبقى احنا كده، ودي مهمه جدا، يعني السوبيريور ريكتال فين بيفتح مع الميدل والانفيريور ريكتال فينز عشان يعمل هيمرويدز، الليفت جاستريك فين مع الازايجاس فين عشان يعمل سوفجيال فاريسز، البارا امبلايكال فين مع الانفيريور ابيجاستريك فين عشان يعمل كابوت ميدوزا. طيب في شويه معلومات عايزك تعرفها برضو عن الكارسينويد تيومر، ان الموست كومن سايت اوف كارسينويد طبعا الابندكس، الابيكس كمان بتاعه الابندكس، بيعمل ديسموبلاستيك رياكشن ميزنتريك ماس فيها ديسموبلاستيك رياكشن. طبعا كل ما يزيد في السايز كل ما يزيد ريسك فور ميتاستاسيس. كارسينويد سندروم بيبقى فيه فلاشنج وبرونكوسبازم ودايريا بسبب السيروتونين سيكريشنز، وطبعا بالنيوكليار ميديسن اللي هو اليود 111 اوكتوريوتايد هايست سنسيتيفيتي للكارسينويد، او ميبيج اللي هو اليود 123 ميبيج لوكالايزنج 10% من الكارسينويد دونت ابتيك اوكتوريوتايد. يعني لو هو دونت ابتيك اوكتوريوتايد يبقى ميبيج بس 90% اوكتوريوتايد. بيقولك السكليروزنج ميزنترايتس دي بتيجي مع الاي جي جي 4 ريليتد ديزيزز، بيبقى فيها فات هالوساين، والاي جي جي 4 ريليتد ديزيزز بيبقى سكليروزنج ميزنترايتس فايبروزنج ميدياستاينايتس رايدل ثايرويدايتس اوتو اميون بنكرياتايتس. ودي مهمه ودي الموست كومون للاي جي جي 4 ريليتد ديزيز وريترو، هناخدها بعد كده في السلايدات الجايه، وريترو بروتينيال فايبروزس. يبقى الاي جي جي 4 ريليتد ديزيزز فايبروزنج ميدياستاينايتس سكليروزنج ميزنترايتس رايدل ثايرويدايتس اوتو اميون بنكرياتايتس وريترو بروتونيال فايبروزس.
ازاي تفرق ما بين السيروس سيستادينوما والميوسينوس سيستادينوما في البنكرياس. السيروس سيستادينوما دي جراند ماذر اللي هي 70 سنة، كبير في السن. السيروس بيبقى بناين، بيبقى فيه سمول تايني سيست اقل من 20 ملي، وسنترال كالسيفايد سكار، وعادة بتيجي في الهيد اوف بانكرياس ومعهاش اليفيشن اوف سي اي اي اللي هو الكارسينوم بريونيك انتيجين. اما الميوسينوس سيستادينوما ودي بتبقى سن اصغر شوية في الاربعينات، بتبقى مالجننت، بتبقى لارج اكتر من 20 مليمتر، وبيبقى فيها لو فيها كالسيفيكيشن بتبقى بريفرال كالسيفيكيشن، وعادة ممكن تيجي في التيل اكتر، وبيبقى معها اليفيشن اوف سي اي اي الليفل. وطبعا الاتنين لو سحبتهم ما فيهمش اميليز، عكس السودو سيست بيبقى فيها اميليز، او الميوسينوس بانكرياتيك تيومر دول بيبقى فيهم برضو اميليز لانه بيبقوا كونكتد بالبنكرياتيك دكت. الويبل ديزيز ده جوجينال فولد ثيكنينج وساند لايك نوديولز. جوجينال فولد اللي هو البروكسيمال سمول باول ثيكنينج مع ساند لايك نوديولز، بيبقى فيها سكين هايبر بيجمنتيشن، مايجراتوري ارثرالجيا دي مهمه جدا، لو دينستي طبعا زي ما قلنا لو دينستي لينف نود، مايجراتوري ارثرالجيا وسكين هايبر بيجمنتيشن وبروكسيمال بقى فولد ثيكنينج او بروكسيمال باول ثيكنينج وساند لايك نوديولز. تفكر في ويبل. البيزوار ده ماس نوت اتاتشد للوول في السي تي، نوت اتاتشد للوول بتاعت الاستومك، طبعا بيبقى فيها فيلينج ديفكت في الفلوروسكوبي. اسباب البيزوار هي بور جاستريك موتيليتي، حركه الاستومك بور قوي في حالات الديابيتس او فاجوتومي او مايوتونيك ديستروفي او هايبوثايرويديزم او انسفيشنت ميكانيكال او اسيد اكشن. الميكانيكال او الاسيد اكشن انسفيشنت زي في حالات الدنتال بروبلمز، ما بيمضخش الاكل كويس، او جاستريكتومي فبالتالي المساحه قلت، او بقى جاستريك اوتليت اوبستراكشن حاجه قافله من بره، مالجنانسي او ستريكشر او السر. كل الاسباب دي بتؤدي ان الاكل او الوات ايفر اللي موجود ان هو يتراكم في المعده يعمل بيزور ويعمل طبعا اوبستراكشن. يعني الديزمويد تيومر ده عبارة عن ميزنتريك ماس بناين فايبروس ليجن، وبيبقى اهم حاجة تعرفها في الديزمويد ان هو بيبقى اسوشيتد بالبوليبوزيس اللي هو الفاميليا الادينوماتيس بوليبوزيس والجاردنر سندروم. يعني الديزمويد بيبقى اسوشيتد مع الاثنين دول، دي اهم حاجة تعرفها في الديزمويد تيومر اللي هو بناين فايبروس ليجن. بيبقى ميزنتريك ماس طبعا، بيبقى ديفرنشال مع الكارسينويد يعني عشان تبقى فاهم. الجاستريك كارسينوما والجاستريك ليمفوما. الجاستريك كارسينوما بيبقى ليس وول ثيكنينج، انما الجاستريك ليمفوما مور ثيك، بيبقى من 1 لـ 4 سنتيمتر ثيكنس، اوبليتريتد بيري جاستريك فات بلينز في الكارسينوما، انما في الليمفوما لا، بتبقى بريزرفد الجاستريك فات بلينز. ريجنال ليمف نودز بيبقوا موجودين في الاثنين، ولكن الليمفوما اكتر بكتير. السايز اوف ليمف نودز بتبقى ليس بالكي، هنا بيبقى مور بالكي. الديستال ستومك دازنت انفولف الديودينم، يعني مش بيوند الديودينم، او دازنت انفولف الديودينم، مش بيوند اصلا بعد البايلورس، انما الليمفوما ممكن تمتد الديودينم انفولف، ولكن ما بتسببش جاستريك اوتليت اوبستراكشن. يعني احنا قلنا الليمفوما بتبقى سموث تيومر وما بتعملش جاستريك اوتليت اوبستراكشن. البرايمري بيلياري سيروزس بيبقى اوتو اميون في واحدة ست، معها انترا هيباتيك بيلياري راديكلز، وبتاسوشيتد معها بقى روماتويد ارثر، الحاجات بتاعت الاوتو اميون، روماتويد ارثرايتس، هاشيموتو، كريست، الحاجات بتاعت الاوتو اميون، فبيبقى برايمري بيلياري سيروزس. البوليبوزس بقى انا جايب لك كل واحد فيهم والمعلومه اللي عايزك تعرفها فيها عشان ما يتلخبطوش او ما يخشوش في بعض. الفاميليا الادينوماتس باليبوزس ده بيبقى اوتوزومال دوميننت في السن من 30 ل 40 سنه، بيبقى فيه كولونيك بوليبس وستومك هامرتوماس، بيري امبولاري كارسينوما، ودي مهمه جدا، وديزمويد تيومر اللي احنا قلناه بيبقى اسوشيت مع الجاردنر، كمان هتلاقي الديزمويد برضو مع الجاردنر، برضو الجاردنر ديزمويد، ولكن الفاميليا الادينوماتس بوليبوزس بيبقى بيري امبولاري كارسينوما، ودي مهمه جدا ان هو بيبقى اسوشيتد معاها، لانه بيعمل طبعا ممكن يجيب لك الكيس بريزنتيشن مش يقول لك بيري امبولاري كارسينوما، لا هو هيقول لك
الحاجه اللي انت تتخيل بيها ان في بيري امبولر كارسيروما، يعني يقول لك مثلا دبل داكت ساين، او يقول لك عنده جونس، او يقول لك عنده دايليتد كومون وبنكرياتيك داكت، وممكن يقول لك طبعا كولونيك بوليبس. فانت بوليبس ديت كلهم بيعملوا كولونيك بوليبس. الجارنر سندروم برضو نفس الحكايه، اوتوزومال دوميننت كولونيك بوليبس، وبيبقى فيه بقى اوستيومز، يعني السكال والماكزيلا ممكن يقول لك في ماس موجوده في المانديبول، ماس موجوده في السكال، وسوفت تيشو تيومر معاه ديزمويد او ليبوما او كده. فانت تفكر في الجارنر سندروم. التاركوت سندروم ومعاه حاجه مهمه، ده اوتوزومال ريسيسيف، بيبقى سن اصغر شويه عشرينات، بيبقى فيه كولونيك بوليبس، بيبقى دايريا، بيعمل دايريا، ممكن يقول لك دايريا وسيجرز. فانت تفكر على طول دي حاجه بقى جلايوبلاستوما او ميدالوبلاستوما، ان هو بيعمل برين تيومرز. تاركوت سندروم برين تيومرز جلايوبلاستوما او ميدالوبلاستوما، فتعمل طبعا سيجرز ويقول لك دايريا بسبب البوليبس. الكودين سندروم ده اوتوزومال دوميننت في العشرينات برضو، طبعا بيبقى فيه ريكتو سيجمويد بوليبس، بيبقى اكتر ريكتو سيجمويد، وبيبقى فيه فايبروسيستيك ديزيز في البريست او فايبرو ادينوماز وترايكلوموما اللي هو في الهير. فالكودين سندروم مهم جدا، انت ممكن يقول لك كيس بريزنتيشن فيها فايبرو ادينوما او فايبروسيستيك ديزيز في البريست وريكتو سيجمويد بوليبس، فانت تفكر على طول ان هو كودين سندروم. البيتس جيجر سندروم ده اوتوزومال دوميننت 25 سنه، بيبقى هامرتوميتس بوليبس وميوكوكوتينيوس بيجمنتيشن، لو تفتكر اللي كان بيعمل سكين برضه هايبر بيجمنتيشن اللي هو الويبل، وده بيزود الريسك اوف انتسسبشن وبيزود الريسك اوف كانسر، سواء ابر جي اي، بريست، اوفري تيستس، بانكرياس، ثايرويد، فده كل ده بيزود الريسك اوف كانسر. البيتس جيجر سندروم اهم حاجه تعرفها فيه ان هو هامرتوميتس بوليبس وبيزود الريسك اوف انتسسبشن وميوكوكوتينيوس بيجمنتيشن. السبلينوزس ده طبعا عيان موتور كار اكسيدنت، فحصل سبلينيك تروما، فبالتالي مالتيبل سمول سوفت تيشو دينستي نوديول ثرو اوت ذا ابدومين، يعني في البروتينيوم والميزنتري والدايفراج. فطبعا علشان تقدر تفرقه ما بين وما بين النوديولز او البروتينيال نوديولز او مثلا ميتاستاز او كده، طبعا بتعمل ليبلد ار بي سي سكان وتكنيشيوم 99 ام سلفر كلويد. فطبعا ده سبيسيفيك للسبلين، فهيحصل له هوت، فهتعرف ان هو سبلينوزس. السبلينيك ارتيريال سبلاي، سبلينيك ارتري في الانفيريور والسوبيريور، والانفيريور والسوبيريور بانكرياتيكو ديودينال ارتريز للهيد، بس معظم طبعا السبلينيك ارتري الهيد بانكرياتيكو ديودينال سواء انفيريور وسوبيريور. السبلينيك فينوس درينج سبلينيك فين، سبلينيك ليمفاتيك درينج بانكرياتيكو سبلينيك نودز. بيقول لك ان البرانشات بتاعه الارتريز بتاعه جاستريك ارتريز، ليفت جاستريك ارتري من السيلياك ترانك، الرايت جاستريك ارتري من الهيباكومون هيباتيك ارتري اللي بيطلع من السيلياك ترانك، الليفت جاستروومنتال ارتري من السبلينيك ارتري، والرايت جاستروومنتال ارتري تيرمينال برانش للجاستروديودينال ارتري، وشورت جاستريك ارتريز بقى من الديستال بتاعه السبلينيك ارتري. فبرضو دي الاناتومي، خلوا بالكم يا جماعه الاناتومي مهم 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 جدا الاناتومي. ويقول لك مثلا الليمفاتيك درينج بتاعت عضو معين او حاجه برضو مهمه، البلاد سبلايز بتاعت حاجه معينه برضو مهمه، بلاقي عليها برضو اسئله. فالاناتومي مهم جدا يعني. البوفرت سندروم والمريزي سندروم. البوفرت سندروم اللي هو طبعا بيبقى بروكسيمال ايلياس بقى، اللي هو جاستريك اوتلت اوبستراكشن بسبب جوليستون ايلياس وذ ليفل اوف اوبستراكشن في البروكسيمال ديودينم، فبيعمل جاستريك اوتلت اوبستراكشن بوفرت سندروم. المريزي سندروم ان هتلاقي ستون في السيستيك دكت وضغط على الكومون بايل دكت، فبالتالي قافله الكومون بايل داكت، فعامله كومون بايل داكت اوبستراكشن بسبب اكسترينسيك كومبريشن فروم جوليستون امباكتد وذين سيستيك داكت اللي هو ميريزي سيندروم. بيقول لك الديودينم از ذا موست كومون سايت فور انتستينال جيست، ديودينم از ذا موست كومون سايت فور انتستينال جيست. بيقول لك ان 98% من الكولوريكتال كانسر ادينوكارسينوما، لو لقيت سكويموس سيل كارسينوما ده هيومن بابيلوما فيروس، وش يعني لو لقيت سكويموس سيل كارسينوما ده هيومن بابيلوما فيروس.
في بعض الحاجات كده برضو تعرفها مهمة جدا. راديشن انترايتس ده بس بعد طبعا راديشن ثيرابي عادة بيأفكت التيرمينال اليوم، بيبقى فيه ألسريشن وإديمة وكرونيك اسكيميا، بيبقى فيه فايبروتيك تشينجز وستركتشر بعد كده. يعني في الراديشن انترايتس يقعد يقول لك مثلا عندها سيرفايكال كارسينوما وخدت كذا جلسة راديوثيرابي، فبالتالي لقت إديمة وستركتشر أو كرونيك اسكيميا في التيرمينال اليوم، فانت تختار على طول راديشن انترايتس. التفلايتس ده نيوتروبينيك كولايتس، بيبقى افكت اكتر حاجه التفلايتس سيكم، بيبقى ألسريشن وماركد إديمة في السيكم، وطبعا ممنوع ان انت تستخدم الباريوم عشان ممكن يرابشر منك اللي هو التفلايتس زي التوكسيك ميجاكولون. التوبركولوزس في الإليوسيكال جونكشن بيأفكت أكتر الإليوسيكال جونكشن، وبيعمل ثيكنينج للإليوسيكال فالف ونروينج للترمينال إليام، وبيبقى فيه طبعا لو أتنويشن لينف نودز، وأكتر فيش أكتر من 50% هاف أسايد. يعني التوبركولوزس اللي هيفرقوا ما بينه وما يدين مثلا سيما، ممكن يقول لك مثلا ده كرونز مثلا، يعني الكرونز برضو بيأفكت أكتر الترمينال إليام والإليوسيكال جونكشن، والثيكنينج للإليوسيكال فالف برضو ممكن يعمله لو ناروين تيرمينال اليوم لو سترينج ساين، لكن الكرونز ما بيبقاش معاه اسايتس زي تيبركلوزس بيبقى معاه 50% من الحالات ممكن يبقى معاهم اسايتس ولو اتينويشن طبعا ليمف نود. الكرونز تاني حاجه اهو بعد منه يبقى فيه سكيب ليجنز سترينج ساين تيرمينال اليوم كوبل ستول ابييرنس، وممكن يعمل بقى فيستولا فورميشن في الكرونيك سيكويل، بيعمل فيستولا فورميشن بيبقى اسوشيت بقى مع كرونز يوريتريك كالكولاي وريسيمانودوزم وجول ستونز. فالحاجات او المعلومات ديت مهمة جدا وبتيجي افكار لاسئلة كتيرة جدا. السودو ممبرينس كولايتس طبعا عيان في المستشفى بياخد انتيبيوتيك ثيرابي كتيرة جدا، اشتكى بووتري دايارية وابيدومينال بين وفيفر، وبيبقى في السي تي ممكن بالاورال كونتراست ميديوم يقول لك اكورديون ساين، هو طبعا مش هيقول لك اكورديون ساين، طبعا الفلوروسكوبي والاندوسكوبي طبعا كونترا انديكيتد، طبعا بيبقى فيه اسايتس سودو ممبرين كولايتس، بيبقى فيه اسايتس كومبليكيشن طبعا توكسيك ميجا كولون نيوماتوزيس كولاي وبورتال فينوس جاز، طبعا هو الكوليستيريديوم ديفيسيل الاورجانيزم بتاعه. اسكيميك كولايتس ده بيبقى بسبب ميكانيكال اوبستراكشن او ثرومبس او برولونجد هايبوتنشن، فبالتالي بيعمل هايبو برفيوجن بيبقى اسكيميك بقى كولايتس، ميكوزال هايبر انهانسمنت وميكوزال نيكروزس، بيبقى فيه ثامب برينتنج في الباريوم ستادي. كل الكلمات دي برضو مفتاحيه لسكيميك كولايتس، لو اخد الوول باول هيبقى هتشك اكتر ان هو هايبوتنشن او هايبو برفيوجن ستيت، لو قال لك اخد اكتر الديسندنج كولون هتشك في الانفيريور ميزنتريك ارتري، لو اسندنج كولون واوت وترانسفيرز هتشك اكتر في السوبيريور ميزنتريك ارتري. الالسريتيف كولايتس طبعا بيبقى فيها بلادي دايريا وابدومينال بين وسيجمنت اوف باول افكتد، عاده بيبدا في الريكتم وبروجريسيف بروكسيمالي، ممكن يخش للسمول باول فبيعمل باكوش الياتس، ولكن هو عاده بينفولف بس الكولون. كرونيك فيز بيعمل ليد بايب ابييرنس بيبقى نارو فيتشرليس كولون، وبيبقى سموز، يعني بيبقى في الكرونيك فيز بيبقى كليد بايب ابييرنس بيبقى نارو وفيتشرلس وسموز كولون. الانفكتيف كولايتس وده بيبقى ايديوماتس ميورال ثيكنينج ويز ميورال انهانسمنت اند سبيريكوليك فات ستراندنج واسايتس، بتفكر ان هي حصل انفكشن يعني ميورال انهانسمنت وبيريكوليك فيل ستراندنج واسايتس، وعلى حسب اللوكيشن يقول لك الاورجانيزم، لو ديفيوز انفولفمنت السيتوميجالو فيروس والايكولاي، لو ديفيوز، لو رايت سايدد كولون سالمونيلا وشيجيلا، لو ليفت سايدد كولون سيستوزومييزيس، يعني سيستوزومييزيس بالهرسه يعني شمال فليفت سايدد كولون. الريكتو سيجمويد بقى كلاميديا هيربس جونوريا، ده ريكتو سيجمويد الجزء اللي تحت كلاميديا وهيربس وجونوريا، اما الرايت سايدد كولون سالمونيلا وشيجيلا. الميجا كولون ممكن يبقى توكسيك ميجا كولون ونون توكسيك ميجا كولون، توكسيك ونون توكسيك ميجا كولون. التوكسيك ألسريتيف كولايتس وكرونز واميبييزيس وسالمونيلا وسودو ممبرينس واسكيميك، والتوكسيك ميجا كولون بيبقى فيه لوس اوف هستريشن. النون توكسيك ممكن بسبب اوبستراكشن، عامل كانسر عامل اوبستراكشن او سودو اوبستراكشن او الياس
كل دول الثلاثه دول نون توكسيك ميجا كولون، التوكسيك انفلاماتوري باول كرونز والسريتيف واميبي واميبيزيس وسالمونيلا وسودو ممبرينس، كل الحاجات دي اسباب للتوكسيك ميجا كولون. طبعا بيبقى فيها لوس اوف هوستريشن. بيبلوك ابندجايتس وفيرسس اومنتال انفكشن. يعني امتى اقول اومنتال انفكشن وامتى اقول ابيبلوك ابندجايتس؟ ابيبلوك ابندجايتس بتبقى اقل من 3 سنتي، بيبقى اصغر من الاومنتال. اومنتال انفكشن بتبقى ماس اكتر من 3 سنتي، موستلي ادجسنت للسيكم والسيجمويد. ده الابيبلوك ابندجايتس اكتر بتبقى جنب السيكم والسيجمويد كولون. الاومنتال انفكشن في الرايت لور كوادرنت. الابيبلوك ابندجايتس بتبقى بتاخد شورت هيستوري شويه، انما الاومنتال انفكشن بتبقى لونجر شويه في الهيستوري. يعني انما الابيبلوك ابندجايتس بتبقى اكيوت زي الابندسايتس كده. طبعا الالتر ساوند بهايبر ايكويك ماس، الاثنين هايبر ايكويك ماس ولكن واحده كبيره زي ما قلت واحده اصغر. والسي تي طبعا لو دينستي، لازم يقول لك ان هو الهاوس فيلد يونت سالب، بالسالب يعني فوكال فات ستراندنج، يبقى حواليها طبعا فوكال فات ستراندنج. بقول لك 90% من الدايفيرتيكولايتس كيسز انفولف سيجمويد كولون، يعني الدايفيرتيكولايتس 90% سيجمويد كولون. طيب الجاسترو انتستاينال ستروما تيومر 70% من الاستومك، بعد كده سمول باول، طبعا اكزوفيتيك سنترال نيكروزيس ونيوروفايبروماتوزيس 1 بيبقى سوجيد مع ال NF1. واهم حاجه اكزوفيتيك ماس وسنترال نيكروزيس. اكزوفيتيك ماس وسنترال نيكروزيس شفتها في السؤال اللي اجابه جست. وايدنينج اوف بري ساكرال سبيس، ايه هي الاسباب اللي بتعمل وايدنينج للبري ساكرال سبيس؟ يا اما انفلاماتوري، انفلاماتوري باول ديزيز او ريديوثيرابي او ابسس بموجود يعمل وايدنينج، حاجات نيوبلاستيك زي الميتس زي الساكرال تيومر زي الكارسينوما، حاجات ريتروريكتال سيست زي الديرمويد والابيديرمويد والتيلجات سيست والدوبليكيشن سيست، حاجات تانية لايبوماتوزيس من جوسيل سودوميكزوما، كل الحاجات دي بتعمل وايدنينج للبري ساكرال سبيس. يا اما انفلاماتوري، يا اما نيوبلاستيك، يا اما سيستس، يا اما اذرز اللي هو لايبوماتوزيس او منينجوسيل او سودوميكزوما. البري انال فيستولا طبعا احنا خدنا الكالسيفيكيشن اللي هو باركس كلاسيفيكيشن بتاعها، يا اما انتر سفنكتريك 70% ودي الموست كومون انتر سفنكتر، دي دازنت كروس الاكسترنال سفنكتر، بتبقى ميديال للاكسترنال سفنكتر وبتعدي من الانترنال سفنكتر لانتر سفنكتريك. ترانس سفنكتريك دي بتعبر بقى بتكروسس البوس سفنكتر سواء اكسترنال او انترنال 30%، يبقى اشهرهم طبعا او الموست كومون الانتر سفنكتريك، بعد كده يجي بعدها ترانس سفنكتريك، بعد كده سوبرا سفنكتريك اللي هي بتبقى سوبيريورلي اوفر ذا اكسترنال سفنكتر اند اكزيست ذا بيلفس روت بيوبو ريكتالس ماسل. الاكسترا سفنكتريك اقل من 1% بتبقى هاير اب بقى في الريكتم وبتافويد اصلا البوست سفنكتر، بتبقى في الريكتم فوق واكزيست البيلفس روت ليفيتور ايناي كومبلكس انتو اسكيو ريكتال فاشيا. السوبرفيشال بقى ده سب ميكوزا اصلا، يعني سوبرفيشال البوس سنتر ده مش من ضمنهم، يعني مش من ضمن الكلاسيفيكيشن عامه. يعني يبقى انتر سفنكتريك، ترانس سفنكتريك، اكسترا سفنكتريك، وسوبرا سفنكتريك بري انال فيستولاز. البوزيشن بتاع الابنتكس برضو لقيت بعض الاسئله تقول لك اشهرهم او البوزيشن اشهر بوزيشن ريتروسيكال اسندنج ريتروسيكال، بيبقى 64% اسندنج ريتروسيكال ابنتكس، وده عاده بيعمل بقى السوس ماسل اريتيشن، وبعد كده السب سيكل اللي هو دوت سب سيكل سواء كان عند 5 اوكلوك او 6 اوكلوك، بس الاشهر السب سيكل 32% دوت. ترانسفيرس بقى ريترو سيكل بيبقى 2% ترانسفيرس ريترو سيكل 2%، واسندنج بيري اريال وريترو اريال، يعني قدام الاليا بيري اريال وريترو اليال اللي هو ورا الاليا وقدام الاليا، بس طبعا الاسندنج ريترو سيكل ده 64% وده الكومونست. طيب الميكلز دايفرتيكولم بقى، الميكلز دايفرتيكولم اللي هو رول اوف توز، يعني اي حاجه فيها 2 ده ميكلز دايفرتيكولم، يعني 2% من البوبوليشن من 2 ل 1 ميل تو فيميل، 2 فيت من الاليوسيكال فالف، 2 انشز لينث، و 2 تايبس اوف تيشوز اللي هو الجاستريك والبنكرياتيك. الجاستريك اكتر 50%، بنكرياتيك 5%. ده الميكلز دايفرتيكولم اللي هو
رول اوف 2. طبعا الكومبليكيشنز بتاعت الميكلز دايفيرتيكولم ان هو يحصل هيموريج او يحصل ستانال اوبستراكشن او دايفيرتيكولايتس او بيرفوريشن، يا اما هيموريج يا اما انتستينال اوبستراكشن او دايفيرتيكولايتس و بيرفوريشن، دي كومبليكيشنز اوف ميكلز دايفيرتيكولم. الفرق ما بين السيجمويد فولفلوس والسيكل فولفلوس، السيجمويد فولفلوس ده بيبقى اولد بيشنت، سيجمويد اولد بيشنت اكتر، يبقى هو هوسترال مفيش هسترا، و70% من الحالات بيبقوا سيجمويد فولفلوس، وبيبقى اللوبس كونفرج تو ذا بيل ليفت بلفس، يعني اللوبس بيبقى كونفرج تو ذا ليفت بلفس. اما السيكل فولفلوس بيبقى يونجر بيشنت، بيبقى فيها هسترا، بيبقى 20% من الحالات، يعني اقل نسبيا من السيجمويد فولفلوس، وبتبقى اللوبس كونفرج تو ذا ليفت ابر كوادرنت، اللوبس تو كونفرج تو ذا ليفت ابر كوادرنت. وطبعا الساينز بتاعت الفولفوس بيبقى كوفي بين ساين وثري لاين ساين وبيردز اوف براي ساين اللي هو في الباريام، وويرل ساين في السي تي اللي هو بيبقى الميزنتريك فيسل بيبقى عامله ويرل ساين اللي هو ده ساين طبعا اوف فولفوس. طيب اللي بيقول لك ديفرنشال دياجنوزيس للانتراميورال جاز اسكيميا بوست تروماتيك سكلوديرما او ستيرويدز وكرونيك ريسبيراتوري كونديشن اللي هو سي او بي دي، ده ممكن يعمل انتراميورال جاز، السكلوديرما ممكن تعمل، الستيرويدز، البوست تروماتيك طبعا اهمهم الاسكيميا طبعا اللي هو نيوماتوزيس انتستيناليس او كولاي. يعني الستيجنج بتاعت الريكتال تيومرز، الريكتال كانسر ستيجنج بنستخدم الام ار اي تي 2 ويتد ايمج، وطبعا بتبقى لو سيجنال فيها، يعني علشان تعمل ستيجنج للريكتال كانسر اهم سيكونس واهم فحص ام ار اي تي 2 طبعا، علشان الميزوريكتال فاشيا بتبان في التي 2 حلوه جدا. بيقول لك ان اللو ريكتال تيومرز have a higher risk of recurrence since there is less fat within mesorectal fissure، يعني low rectal tumors اكتر عرضة انها يحصل لها recurrence علشان الميزوريكتال فاشية في المنطقة دي قليل. طيب الستيجنج T1 و T2، يعني لو الستيج T1 و T2 not involving المسكولاريس ميكوزا عامة فده بنعمل له surgical resection، لو طبعا N0 لو N1 او L2 مندي الاول new adjuvant radio therapy، فبالتالي لو N1 و N2 مندي new adjuvant radio therapy بعد surgical resection، لو N0 خلاص surgical resection وخلاص. طيب لو T3 بقى involve المسكولاريس بروبريا new adjuvant chemotherapy، او T4 حتى beyond اللاين بتاع المارجن لاين بتاع السيرجري بتبقى نيو adjuvant كيموثيرابي، بعد كده نعمل سيرجري، ممكن بعدها برضو ندي بوست اوبراتيف كيموثيرابي، يعني علشان نقلل او نحجم الحجم الاول فبندي نيو adjuvant كيموثيرابي وبعدها بنعمل سيرجري، ممكن بعدها بقى بندي او ما نديش بوست كيموثيرابي في التي 3 والتي 4. طب لو N1 اللي هو 1-3 نودز لو outside CRM فبالتالي مش هنقدر نشيلها مع العملية أو resected في TME، ولكن ممكن نعمل لها resected separately أو included مع في الريديو ثيرابي فيلز، يعني انت هتدي ريديو ثيرابي لو هي في الفيلد بتاع الريديو ثيرابي ممكن تتحجم شوية، لو N1 و N2 اللي هو N2 طبعا 4 or more nodes، لو N1 من 1-3 نودز، لو M1 بقى external iliac او inguinal lymph node او hepatic metastasis ده M1، يعني لو inguinal lymph node ده metastasis مش نودل، لو external iliac برضه ده metastasis، مانسوليتر hepatic mets ده potentially curatively resected، وبعد كده ممكن ندي palliative chemotherapy كيموثيرابي. فطبعا ده مهم جدا المانجمنت في الستيجنج بتاع الكولوريكتال كانسر، طبعا التي ان ام ستيجنج مش علينا قوي، ولكن لو هيفرق في المانجمنت او هيفرق في الستيجنج في السيرجيكال مانجمنت او قرار الجراح نفسه، طبعا هيبقى مهم جدا ان انت تقول له، يعني هل هو تي 3 خد الماسكولاريس بروبريا معاه ولا لا، ده مهم جدا يعني عشان هيفرق معاه في القرار الجراحي.
الانجيو ديسبليزيا دي موست كومن فاسكولار ليجن اوف جاسترو انتستينال تراكت اللي هو انجيو ديسبليزيا. في الانجيوجرام طبعا احنا خدناها قبل كده تبقى كلاستر اف ارتيريالي انهانسينج فيسلز مي بي سين اون ذا انتي ميزنتريك بوردر اوف ذا باول, بتبقى فيها ايرلي اوباسيفيكيشن اوف درينينج اليوكوليك فين, ايرلي اوباسيفيكيشن اوف درينينج اليوكوليك فين, فديت ساين مهمه جدا للانجيو ديسبليزيا. 20% have aortic stenosis. زي ما قلت لك السيلياك ليمف نودز ايه اللي بيدرين فيها؟ ستومك, حاجات اللي فوق بقى الاستومك والديودينم والليفر والبيلياري تري والبانكرياس والسبلين, ده السيلياك ليمف نود. ننزل تحت شويه سوبيريور ميزنتريك ليمف نود, الجيجنم والاليام والسيكم والابندكس والاسندنج كولون والترانسفيرز كولون. ننزل بقى تحت شويه الانفيريور ميزنتريك ليمف نود, الديسندنج كولون بالسيجمويد بالريكتم او الابر ريكتم. يبقى احنا كده سيلياك ليمف نودز الاجزاء اللي فوق خالص, السوبيريور ميزنتريك ليمف نودز السمول باول اليام وجيجنم والابندكس والاسندنج كولون والترانسفيرز كولون, والانفيريور ميزنتريك ليمف نود ديسندنج كولون وسيجمويد وابر ريكتوم. الفرق ما بين البرايمري سكلروزنج كولانجايتس والبرايمري بيلياري سيروزس, طبعا البرايمري سكلروزنج كولانجايتس بتبقى اسوشيتد مع الانفلاماتوري باول اولسريتيف كولايتس, طبعا تبقى سترينج اوف بيتس يبقى حاجات ستريكتشرز ومعها دايلاتيشن, ستريكتشرز دايلاتيشن تبقى اكتر في المن وبتانفولف اكتر الانترا والاكسترا هيباتيك داكتس, يعني بوز انترا واكسترا هيباتيك داكتس برايمري سكلروزنج كولانجايتس. اما البرايمري بيلياري سيروزس اوتو اميون تبقى وومن اكتر, انترا هيباتيك داكتس اونلي, طبعا بيبقى فيها انتي ميتوكوندريال انتي بودي اليفيتد الاي ام اي وبري بورتال هالو ساين وسكندري سيروتيك افكت. طبعا ده البرايمري بيلياري سيروزس والبرايمري سكليروزنج كولانجايتس. طيب الكوليسيستايتس بتعمل شوردة بين ليه؟ لانها بيبقى فيه اريتيشن للسي 3 وسي 4 وسي 5 ديرماتومز, الوول بيبقى اكتر من 3 ملي سيكنس, بيبقى ممكن في الهايدا سكان نون فيجواليزيشن اوف ذا جول بلادر بعد 4 ساعات انجكشن اوف هايدا. 99% ده سبيسيفيك فور كوليسيستايتس, يعني الفحص السبيسيفيك للكوليسيستايتس هايدا سكان. الانفيزيماتس كوليسيستايتس بيبقى فيه سبب كوليستريديوم او ايكولاي, بيبقى مور في الديابيتيك بيشنتس, طبعا بيبقى فيه ميورال جاز موجود في الوول بتاع الجول بلادر, يبقى ده انفيزيماتس كوليسيستايتس وعاده بيحصل في الديابيتيك بيشنتس. البايل ليك, البايل ليك ده في كذا سؤال جه في البايل ليك كتير, بيقول لك ان الام ار اي بهباتو بيلياري سبيسيفيك كونتراست يوسفول ان دايجنوزس البايل ليك اللي هو البرايموفيست او مالتي انهانس. برايموفيست بيبقى ديليد 20 دقيقه, المالتي انهانس 100 دقيقه. يوجوالي ان سي تي ميجرز من 0 ل 10 زي الووتر, يعني هو يقول لك ممكن فيها 10 هاونس فيلد يونت, وممكن ده طبعا اسباب ايه الانومالس او ميس ايدنتيفايد اناتومي للسيستيك داكت او اللي هو اللو انسيرشن للسيستيك داكت, ممكن يعملها انه بيبقى قاطع طبعا السيستيك داكت فبالتالي بيحصل ليك. الداكت كليب سليبج, فممكن الكليب بتاع الداكت يحصل له سليبج يتزحلق يعني, او ليك من الجول بلادر بيد. فنعرف باي ليك ازاي؟ والله ممكن يقول لك في الستين الهاونسفيلد يونت بتاعه 10, فانت هتعمل ايه بعد كده؟ هتعمل ام ار اي بسبيسيفيك كونتراست اللي هو برايموفيست او مالتي هانس. الكلات سكين تيومر ده طبعا انترا هيباتيك كولانجيو كارسينوما في الكونفلونس بتاع الليفت والرايت هيباتيك داكت, طبعا بيبقى هايبو دنس ماس ويز بريفرال انهانسمنت فولوينج باي فيلينج ان هوموجينس ديليد انهانسمنت, وطبعا ما بياخدش سلفر كلوي, يعني دازنت تيك سلفر كلوي الكلات سكين لانه مش هيباتوسايت اصلا, هو تيومر من الداكت او البيلياري داكت. كولانجيو كارسينوما انترا هيباتيك في الكونفلنس بتاعت الليفت والرايت هيباتيك داكتس, وبيبقى فيها بريفرال انهانسمنت وفيلينج ان, بعد كده في الديلي تبقى هوموجينس ديليد انهانسمنت. طيب ايه هي الحاجات اللي بتعمل هيباتيك كابسولار ريتراكشن؟ طبعا اهمهم السيروزس فايبروليميلر اتش سي سي ميتاستازيس بريست لانج كارسينويد كولوريكتال كولانجيو كارسينوما اي جي جي 4 ريليتد ديزيز
وياتروجينيك وبوست تروماتيك، كل الحاجات دي ممكن تعمل هيباتيك كابسولار ريتراكشن. اهمهم طبعا كولانجيو كارسينوما لانه بيبقى انفلتريتيف ماس ويبقى معاها ضغط دايلاتيشن، بيبقى بينلس جوندس وكابسولار ريتراكشن وديليد هايبر انهانسمنت. كابسولار ريتراكشن زائد ديليد هايبر انهانسمنت تساوي كولانجيو كارسينوما. طب ايه الفرق ما بين الريجينريتنج نوديولز والسيدروتيك نوديولز والديسبلاستيك نوديولز؟ الريجينريتنج نوديولز طبعا بتبقى كلهم سيروتيك ليفرز، والريجينريتنج نوديول دي زي النورمال هيباتوسايت وما بتاخدش انهانسمنت وبتبقى صغيره، يا اما اقل من 3 مللي يا اما سمول شويه اكتر من 3 مللي. السيدروتيك نوديولز، السيدروتيك من اسمها فيها ايرن، فبتبقى لو سيجنال في التي 1 والتي 2 وممكن تنهانس وممكن يعني بتبقى سلايتلي دنس في السي تي يعني ممكن، بس هي مش بتاخد برضو انهانسمنت يعني مش بتاخد انهانسمنت. لا الديسبلاستيك نوديولز تبقى بري مالجننت وتبقى تي 1 برايت لو جريد نوت انهانس، ممكن تبقى هاي جريد وبتاخد انهانس في الارتيريال فيز ورابيد ووش اوت ان بورتال فينوس فيز شبه الاتش سي سي. الاتش سي سي بيبقى تي 2 برايت. فطبعا تبقى ريجينريتنج نوديول تمشي تعمل ديسبلاستيك نوديول تمشي تعمل اتش سي سي. البنكرياتيك ادينوكارسينوما امتى اقول عليه اوبرابول وامتى اقول عليه بوردر لاين وامتى اقول عليه ياخد بالياتيف تريتمنت يعني ان اوبرابول؟ الاوبرابول لو طبعا انفولف للديودينم، لان كده كده انا هشيل الديودينم في الويبل او السبلين، نفس الحكايه هشيل السبلين. طب لو بوردر لاين اوبرابل الفينز مثلا لو مأثر على الفين سواء الانفيريور فينا كافا او السوبيريور ميزنتريك فين او بورتال فين، لو ارترز اورتا سبلينيك ارتري لو 1 سنتيمتر من الاوريجين ده بوردر لاين برضو يعني ممكن نعمله ممكن لا. الان اوبرابل بقى خالص اللي هو اكتر من 180 درجه سيلياك ارتري والسيلياك ارتري والسوبيريور ميزنتريك ارتري، ده بياخد بالياتيف تريتمنت. يعني اهم حاجه في الجراح ان هو هل هو بينفولف السيلياك ارتري او نشوف الريليشن بتاعته للسيلياك ارتري والسوبيريور ميزنتريك ارتري. بيقول لك الكابوسي ساركوما هو الموست كومون هيباتيك مالجنسي ان ايدز بيشنت، بيبقى فيه هايبر ايكويك نوديول ديستريبيوتد الونج التراك بتاعه البورتال فين في الهاي في الالترا ساوند. يقول لك ان هايبر اكويك نوديول في التراك بتاعت البورتال فين في ايدز بيشن ده عباره عن ايه؟ هتقول له ده كابوسي ساركوما، هو لانه هو الموست كومن هيباتيك مالجنسي في الايدز بيشن. طيب الباترن بتاعت الانهانسمنت مالجننت ليجن اميديت يونيفورم انهانسمنت ويتش واشز اوت، اميديت واشز اوت ده مالجننت. هيمانجيوما بريفرال نودولار انهانسمنت ويز جرادوال فيلينج ان. الفوكال نودول هايبربليزيا بتبقى سبوك ويل انهانسمنت اوف ا سنترال سكار، يعني سنترال سكار كمان بيعمل ياخد انهانسمنت على فكره. فايبرولاميلر كارسينوما العكس بقى، هو ارتيريال انهانسمنت ويز نون انهانسينج سنترال سكار. البناين ليجن جرادوال يونيفورم انهانسمنت، يبقى دي الباترن بتاعه الانهانسمنت في الليجنز بتاعه الليفر. مالجنان الميديوت يونيفورم ووش اوت، هيمانجيوما نودولار وانهانسمنت وبعد كده جرادوال فيلينج ان، عكس. والفلاش بتبقى طبعا بتاخد الميديوت انهانسمنت وما بتعملش ووش اوت. الفوكال نودولار هايبربليزيا السكار بياخد انهانسمنت وهو سبوك ويل انهانسمنت. فايبرولاميلر كارسينوما ارتيريال انهانسمنت والسكار نون انهانسنج سكار. وفي التي 2 السكار بيبقى دارك او لو سيجنال، اما الفوكال نودولار هايبربليزيا في التي 2 السكار بيبقى برايت. البناين ليجنز جرادوال يونيفورم انهانسمنت. الاوتو اميون بانكرياتايتس طبعا هو اي جي جي 4 ريليتد ديزيز، بيبقى اهم حاجه فيه سوساج شيبد بانكرياس وفيها بناين ستريكشر للبانكرياتيك دكت، مش دايليتد بانكرياتيك دكت، لا ستريكشر للبانكرياتيك دكت. طبعا بيبقى فيه سي 8 19 9 ليفلز بيبقى اليفيتد، يعني سي 8 19 اليفيتد. الاي جي جي 4 برضو بيبقى اليفيتد وبيبقى فيه سوساج شيب بانكرياس وستريكشرز اوف بانكرياتيك دكت. الفرق ما بين الاميبيك ليفر ابسس والبايوجينيك ليفر ابسس، الاميبيك ليفر ابسس بتيجي في اليانجر بيشنتس اربعينات تقريبا وبتيجي من الاميبا اللي موجوده في القولون عن طريق البورتال فينوس سيستم. اما البايوجينيك ليفر ابسس بيبقى في الستينات شويه اكبر،
بيبقى البكتيريا بقى هي اكسس للليفر عن طريق سواء بيلياري تري او سبتيسيميا او دايركت سبريد بسبب تروما. طبعا بيبقى الابسس بتاع البايوجينيك فيه جاز الاميبك لا ويوجوالي فاوند كونتاجوس للليفر كبسول وممكن يمتد لحاجات تانية زي البلورا او 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 البريكارديا اميبك ليفر ابسس. وبيجي اكتر في الليفت لوب شوية السبلينيك فولس سيست وترو سيست. سبلينيك فولس طبعا سيكوال لتروما حصلت او انفاكشن او هيماتوما وبيبقى فيها سبيسيفيك حاجه ليها اكشيل كالسيفيكيشن فده فولس سيست. ترو سيست طبعا ده ترو بسبب نوع لايننج لابيثيليوم اللي هو هاف ابيثيليال لايننج. البات كياري سيندروم ده ثرومبوزس في الهيباتيك فينز بسبب او نون ثرومبوتيك كوزس يعني في ثرومبوتيك كوزس ونون ثرومبوتيك كوزس. ثرومبوتيك كوزس ثرومبوسايتوزس او هايبر كوجلوبال ستيت حالات البريجننسي او او سي بي بولي سايسيميا روبرا فيرا. طب النون ثرومبوتيك كوزس رايت اتري اكزيال ميكزوما وميكانيكال كومبريشن بتيومر او كونستريكتيف بريكاردايتس. يبقى دي اسباب البات كاري سيندروم بيبقى شكله عامل ازاي بالانهانسمنت فليب فلوب انهانسمنت سترونج سنترال اند ليميتد بريفرال في الايرلي فيزز اند سنترال واش اوت ويز ريتيند بريفرال اون ديليد ايمجز. فبالتالي بتبقى فلوب فليب ونوت ميج ليفر طبعا فلوب فليب باتر. الهيموكروماتوزيس والويلسون ديزيز. الهيموكروماتوزيس طبعا ده ديفيوز ليفر ديزيز الاثنين يعني الهيموكروماتوزيس بيبقى برايمري وسكندري. مع علينا دلوقتي طبعا السكندري بيبقى واخد مع السبلين يعني برايمري ليفر بس. طبعا بيبقى اير ديبوزيشن بيبقى فيه سيروزيس جنراليزد اوستيوبيروزيس وكونتروكالسينوزيس انسولين ديبندنت دايابيتس كونجستيف كارديوميوباثي وسكين بيجمنتيشن اسوشيشنز مع الهيموكروماتوزيس. بيعمل الحاجات دي كلها لانه بيعمل اير ديفيشنسي في تيشوز كتيرة جدا. طبعا يعمل كارديوميوباثي يعمل انسولين ديبندنت دايابيتس اوستيوبوروزيس سيروزيس. طب الويلسون ده كبر ديبوزيشن بالليفرز ممكن يبان نورمال اصلا ممكن بيخش بقى ان هو بيعمل بقى ديبوزيشن في اللينتي فورم نيوكليس فيعمل ديسارثريا وتريمورز يعني ديبوزيشن في اللينتي فورم نيوكليس يعمل تريمورز وديسارثريا واللي هو كايزر فليشر بيجمنت رينج اللي موجوده في الاي ده دايجنوستيك للويلسون. طبعا بيبقى معاه اوستيوبوروزيس برضو وكوندروكالسينوزيس وبيبقى فيه وايت ماتر اتروفي وتي 2 هايبر انتنس وايت ماتر اتروفي وتي 2 هايبر انتنسس خاصه في البيزل جانجليا الويلسون ديزيز. طيب السبلينيول والسبلينوزيس والووندرينج سبلين. السبلينيول وده ديفرنشيال ان انت ممكن تفكره نيورو اندوكراين تيومر للبنكرياس لانه عاده بيقول لك ان هو في ماس في البنكرياتيك تيل. فانت هتفرق ازاي طبعا كلهم ار بي سي ليبلد و تكنيشن سلفر كلويد. طبعا سبلينوزيس ديفرنشال دياجنوزيس بروتونيال ديبوزيتس يعني ديفرنشال بروتونيال ديبوزيتس ده فولوينج تروما تايني فراجمنتس مايجريتس اراوند بروتونيال كافيتي ميزنتري ودايفراجم. الووندرينج سبلين ده انسيدنتلي اصلا ديسكفرد ممكن تقول لك في ماس موجوده في البلبس ولكن نازل لها بقى ايه لونج تورشوس فيسل سبلاينج ات يعني هتلاقي بقى لونج تورشوس فيسل سبلاينج ات فطبعا بتزود الريسك للتورشن يعني الووندرينج سبلين بيزود الريسك للتورشن. البنكرياتيك نيورو اندوكراين تيومرز اهمهم واشهرهم على الاطلاق الانسولينوما بيبقى سمول اكتر من 2 سنتيمتر ولكن 10% بس مالجنان. هو طبعا انسولينوما بيبقى 75% بيبقى معاه انسولين بتفرز انسولين طبعا يعمل هايبوغلايسيميا وبتريليفز ويز جلوكوز ادمنستريشن. الجاسترينوما ده 25% بيبقى فيها طبعا ماس في البنكرياس او ديودينام او ممكن تبقى مالتيبل وطبعا بتفرز طبعا اسوشيتد بمن 1 جاستريك اسيد زولينجر ايلسون سندروم اللي هو المالتيبل السر او جيجنال السرز جاسترينوما. نون فانكشنينج اللي هي ما بتفرزش حاجه طبعا نون فانكشنينج ده بتبقى كبيره يوجوالي لارج اكتر من 5 سنتيمتر بتبقى في البنكرياتيك هيد وفيها كالسيفيكيشن. طبعا دي بتبقى ميتس ات تايم اوف دايجنوزيس طبعا بتعمل ماس افكت واللي هو جوندس يعني وميتس ات تايم اوف دايجنوزيس هو نون فانكشنينج.
في برضو السوماتوستاتينوما، وديت في البنكرياتيك هيد 90% مالجنن. بيبقى اهم حاجة انت عايزك تعرفها فيها ديابيتك دياريا ستياتوريا جولي ستونز سوماتوستاتينوما. الفي اي بوما بيبقى ووتري دياريا وهايبوكاليميا واكلورهيديا. الهافاي في اي بوما اللي هو الفازو اكتيف انتستينال بيبتايد، وبيبقى نكروتيك ماس، وبيبقى معاه ووتري دياريا وهايبوكاليميا. دي مهمه جدا، ووتري دياريا وهايبوكاليميا في اي بوما. الجلوكوجونوما ده سوليد وهايبر فاسكولار واسوشيتد بمن 1 و80% مالجنت. واهم حاجه تعرفها ان هو 4 ديز درماتيتس دي في تي ديبريشن دايريا. جلوكاجونوما 4 ديز درماتيتس دي في تي ديبريشن دايريا. طيب الجانجرينس كوليسيستايتس تشوف ان الساينز بتاعتها ايه؟ التريشن او فوكال ديفكتس في الجول بلادر وول، تبقى اسيمتريك وول ثيكنينج، بيبقى سلافد ميوكوزا، بيبقى في حاجه اسمها انترا ليومينال ميمبرين. مهمه جدا ان هو تقول عليه جانجرينس انترا ميومرا انترا ليومينال ميمبرين وبيري كوليسيستيك فلويد كولكشن. بيري كوليسيستيك فلويد كولكشن واسيمتريك وول ثيكنينج وسلافد ميوكوزا والتريشن فوكال ديفكت في الجول بلادر وول. طيب في بعض الامراض طبعا اللي هي الفاسكولار ديزيزز بتاعه الليفر، سواء باسيف هيباتيك كونجيشن او بات كاري سندروم او هيباتو كلوزيف ديزيز بتاع الجامايكا. يعني يقول لك انا سافر من جامايكا وشرب شاي جامايكي هناك فعمل هيباتو فينو كلوزيف ديزيز. طيب الهيباتوميجالي والاسايتس والنوتميج ليفر بيبقوا موجودين في الثلاثه. الالترا ساوند دايليتد اي في سي وهيباتيك فينز ده في الباسيف هيباتيك كونجيشن بس طبعا زي ما احنا عارفين، انما الباقي لا مش موجود فيه لا دايليتد اي في سي ولا هيباتيك فينز. البورتال فين دوبلر ده في الباسيف هيباتيك كونجيشن ممكن تلاقي فيه انكريز بالستاليتي، والبات كياري ممكن تلاقي فيه ريفرسد فلو، و الهيباتيك فينو اوكلوزيف ديزيز يا اما انكريز بالستاليتي يا اما ريفرسد فلو. فمش ساين قوي البورتال فين ان هو يفرق لك ما بين الثلاثه. الهيباتيك فينز طبعا بتبقى دايليتد في الباسف وممكن ما تشوفهاش في البات كياري نوت سين او نوت فيجواليزد، والهيباتيك فينو اوكلوزيف ديزيز بتبقى نورمال. لو عملت ام ار اي في البات كياري سندروم هتلاقي حاجه اسمها كوما شيبد كولاترال فيسلز اللي هي سبايدر ويب اللي هو في الام ار اي في البات كياري سندروم. في حاجه كده برضو اسمها الريزيست، دي مهمه قوي. انا لقيت في كذا حد اتكلم عنها في بعض المحاضرات يعني، ولقيتها برضو حاجه مؤخرا موجوده في الكتب. ده response evaluation criteria in solid tumors، يعني اللي هو مهتم ان انت بتعمل criteria للsolid tumors اللي بتشوفها علشان تبين للجراح ان انت بيبقى في علاقة ما بينكم ما بين بعض، انك تعمل evaluation للstate tumors في cancer patients، زي ان انت بتقيس longest diameter of their size. يعني بيبقى مش باي دايمنشنال، بيبقى يوني دايمنشنال اللي هو اللونجست دايامتر بتاعه الماس. بيقول لك ان الميتاستاسيس او البون ماسز مش داخله ضمن الريسيست والليمفوما كمان. يا اما بقى تكتب ان هو كومبليت ريسبونس اللي هو ديسابيرنس اوف اول تارجت ليجنز، او بارشال ريسبونس 30% ريجريشن. يبقى ده حصل بارشال ريسبونس اللي هو سام اوف لونجست دايامتر تارجت ليجنز 30% اقل، ستيبل ديزيز نو سفيشنت انكريز اور شرينك، فبالتالي بيبقى ستيبل زي ما هو. بروجريسيف ديزيز ات ليست 20% increase in sum of longest diameter of target lesions، يعني زياده 20% ده بروجريسيف ديزيز. طبعا وجود نيو ليجن ده يعتبر بروجريسيف بغض النظر عن الزياده بتاعت اللونجست دايامتر، حتى لو هو فضل زي ما هو ولكن في نيو ليجن ظهر يبقى ده بروجريسيف ديزيز. يو شود كومبير طبعا ويز ذا بريفيوس ستادي اند بيز لاين اكزامينيشنز اللي انت شفتها قبل كده. وبكده نكون خلصنا محاضره النهارده، اتمنى اكون افدتكم بمعلومات جميله ودعواتكم، وشكرا ليكم.